إذا للحديث عن واقع حقوق الإنسان في العراق وإمكانية تحقيق اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري التي تزور البلاد اختراقا على مستوى ملف المغيبين والمختفين قسريا، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، مرحبا بكم. شروط وضعها رئيس الحكومة الجديد محمد الشيع السوداني أمام الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب أو الانتزاع القسري للاعترافات تتيح لهم تقديم شكوى إلى المحكمة، هذه الشروط هل تتناسب مع المعايير الحقوقية الدولية دكتور؟ تحية لك أخي الكريم وشكرا على الاستضافة. حقيقة هذه الشروط كما ذكرتم هي شروط تعجيزية، ومع الأسف الشديد في العراق بعد 2003 وحتى اليوم جميع المختصين، جميع من لهم خبرة في الموضوع، هم يعني يعمدون إلى يتعلمون القانون ليعلموا متى يخرقوه، ويتعلمون الصدق ليعلموا متى يكذبون، ويتعلمون هذه يعني تجد خبرات كبيرة لكن منصبة بالاتجاه الخطأ. وهذه الشروط حقيقة تأتي في إطار هذه المأساة التي يعيشها العراقيون في ظل حكومات ليست لها أي أولوية وطنية، حكومات تشكلها الميليشيات. اليوم نتحدث عن توثيق التعذيب والكل يعلم صعوبة هذا الموضوع، ولا سيما مع تقادم الزمن، لكن السؤال يطرح المطروح حقيقة والذي يجب أن تجيب عليه جميع الحكومات: لماذا تمنع زيارة السجون الحكومية المعلنة من قبل المنظمات الحقوقية؟ ولماذا تمنع الزيارات المفاجئة بتاتا عن السجون؟ لماذا هذا التصرف من قبل السلطات ومن قبل إدارات السجون ومن قبل وزارتي الداخلية والعدل اللتين مسؤولة يعني ذات المسؤولية بهذا الملف؟ لماذا تمنع هذه الزيارات؟ طيب ماذا عن المتظاهرين الذين قتلوا أمام يعني عدسات الكاميرات ووثقوا وتم توثيق الجنات؟ لماذا لم يحاكم أحد أو يقدم أحد للمحاسبة؟ هذا كله حقيقة ذر للرماد في العيون و تقمص يعني شخصية الذي يريد أن ينصف الناس وينصف المظلومين. ولكن دكتور، هل هنالك شك أن السجون الحكومية مكتظة؟ يعني هذا اللجنة الأممية المعنية بقضايا التعذيب تقر في تقريرها الأخير حقيقة يعني قضايا كثيرة من جملتها الاكتظاظ الكبير والشديد في السجون، سوء المعاملة، ضروب سوء المعاملة المختلفة، انعدام الخدمات الصحية، هذا كله ضمن التقرير، والكل يعلم مدى المجاملة التي تجامل بها هذه اللجان مع الأسف الشديد حكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق منذ 2003. ولكن دكتور، رئيس الحكومة السوداني طلب من الضحية تقديم أدلة على وقوع انتهاك ضدهم. أنت تعرفون معظم الذين يموتون في السجون تكون الأسباب هي أسباب صحية، ولكن يتضح فيما بعد أنهم يموتون تحت التعذيب. كيف تردون على طلب محمد الشيع السوداني من الضحية بتقديم أدلة على وقوع انتهاك؟ أخي الكريم، حتى شهادة الوفاة بالنسبة للضحايا الذين يفارقون الحياة من يعني تحت وطأة التعذيب أو من جراء ذلك أو كمضاعفات لهذه الحالة، لا يتم تسليم الجثة إلى ذويه حتى
يعني وحالات كثيرة موثقة أنه يتم ذكر سبب الوفاة غير الحقيقي، فيكتب كأنما عجز كلى أو أي سبب آخر حقيقة، يعني حتى لا يتم ذكر السبب الرئيس. وهذه كثير من الحالات التي تم توثيقها بهذا الصدد. يزاد على ذلك، يعني نحن اليوم نتحدث عن موضوع التعذيب. التعذيب حقيقة يعني هذا الأمر، يتحدث لي مسؤول في لجنة الصليب الأحمر، يذكر لي أنه 3 سنوات ممنوع اللجنة من دخول أي سجن من سجون الحكومية المعلنة في العراق. طيب أي شخص تسأله لماذا هذا التصرف، لماذا هذا الإجراء، لماذا هذا المنع، يقول لأنه يفعل ما يفعل بالمعتقلين. الابتزاز الذي يجري في السجون اليوم ليس فقط قضايا الإرهاب، المعتقلين من لا يخضع للابتزاز سيكون مصيره التعذيب الوحشي، وقد يفارق الحياة. وأكرر وأشدد على هذا الكثير الكثير من الحالات التي تم توثيقها بهذا الصدد. دكتور أيمن، في هذا الإطار هل هناك أهمية لزيارة اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري للعراق؟ بمعنى آخر، هل تعولون أنتم في قسم حقوق الإنسان على هذه اللجنة الأممية في أن تفتح تحقيقات رصينة لمعرفة مصير المغيبين والمختفين قسرا في العراق؟ أخي الكريم، هذه الزيارة تعلمون أنها الزيارة الثانية. نعم. الزيارة الثانية لها معنى كبير، أنه لم يتم الالتزام بمخرجات وتوصيات اللجنة في الزيارة الأولى. هذه أولاً، مع كل المجاملات ومع كل التغاضي ومع كل التخفيف حقيقة من وطأة ما يجري في العراق من قبل هذه اللجنة، لكن هذا اعتراف صريح من اللجنة أنه لم يتم أي تقدم في ملف الاختفاء القسري. اليوم في العراق، لحد اليوم أنا أتحدث معك، لا يوجد قانون يجرم الاختفاء القسري في العراق. أما يعني هل نعول على أنه يكون هنالك تحقيقات رصينة؟ الحقيقة الأمر لا يخلو من ذلك، لكن مع الأسف الشديد تتقاطع مع قضايا حقوق الإنسان الإرادات السياسية الدولية ومسألة توازن القوى، وهذا أمر معلوم لأنه حكومات الاحتلال مدعومة من قبل واشنطن، هذا أمر معروف، وهي يعني تحاول أن تبعد عنهم أو تمرر لهم أو تسوق لهم في الأروقة الدولية والأممية. لكن مع ذلك كل تحرك هو لفائدة، أي فائدة تكون لصالح الضحايا نحن يعني نستبشر بها، لأنه يعني بالوقت الحالي بسبب هذه الظروف المحيطة والمعطيات الحالية، فأي تقدم بهذا الملف، أي تحقيق يجري، أي ضغوطات، هي أي شيء ينعكس إيجابا حتى على وضع السجناء. يعني هنالك سجناء بالآلاف تقرر إطلاق سراحهم، لكن لم يخلى سبيلهم حتى اليوم. عبر لماذا؟ نعم. لأنه هذا نعم. يعني نعم. أنا أشكرك عبر سكاي من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.